قرأت عن اثنين من الشباب، واحد فيهم كان جاهلا بكيفية التعامل مع أبيه وأمه. اثنين شباب، حتى الشاعر وصف هذا الموقف بقصيدة مؤثرة جدا. أحد هذين الشابين نظر أحدهما إلى الآخر وبيقول له إيه؟ بيقول له خذ هذا الخنجر، خذ هذا الخنجر واذهب إلى والدتك واطعنها في صدرها، ثم شق صدرها وأخرج فؤادها، قلبها يعني، وأتني به، فإذا وجدت قلب والدتك بين يديك وتيقنت أنك قد قتلتها بالفعل أعطيتك الجواهر والأموال والدرر إلى آخره. هذا الشاب كان جاهلا، أخذ خنجره وذهب وطعن والدته، شال الفلوس، طعن والدته في صدرها وأخرج قلبها وعاد إلى هذا الشاب كي يأخذ الأموال والجواهر والدرر. وبينما هو راجع في طريقه ينظر إلى قلب والدته بين يديه والدم يتساقط من يديه، أفاق وصعق واندهش، قال هذا قلب والدتي؟ أنا قتلتها بالفعل. فوقع هذا الشاب على الأرض وتدحرج قلب والدته على الأرض هو الآخر. أنت عارف جرح الأصبع؟ عارف الصبع ده لما يتعور؟ الابن الصغير إذا جرح في أصبعه الأم تجد ألم هذا الجرح في قلبها. أي والله، حتى لو كان ابنها عنده 150 سنة الأم تجد آلام أبنائها في قلبها. الشاعر بيقول إيه؟ بيقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، فقال امضي وأتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه، ثم عاد على الأثر ومن فرط دهشته هوى وقع، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. يعني هو وقع وقلب والدته وقع هو الآخر. ناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ وكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنة فيكون عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم، ولدي حبيبي